حد يحرقوا يا جدعان. ايه ده؟ الناس اللي موجوده في التحرير. ده ناقص الشعب. حد يلعب كوره؟ ده ناقص الشعب. ناقص الشعب اللي كله بيخاف لحد من جنبه. في شباب تلعب قدام. ما يخشش. ما يخشش. ايه ده؟ ايه ده؟ مكانه. طول الساعه يا جدعان. ايه ده؟ انت مالك ومالك؟ على الاقل العباسيه. على الاقل العباسيه كلها. انا يا استاذ العسل. ايوه ايوه الاخر. ايوه لازم بص. مطلوب منك الناس اللي هتشوفها كده. اقول لك اللي في التحرير مش اعدائي، اللي في التحرير اللي في التحرير انا مش حاقد في الوطن. حاقد في الوطن ازاي؟ انا عاوز استقلال لبلدي. والناس اللي موجوده احنا بنتكلم لا 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 مش عايزين استقلال هم كمان؟ لا عاوزين استقلال. لا انا بطالب، انا بتكلم في كده بس. احنا عايزين نشوف الاول من الاخر. من الاخر انا بتكلم، انا بتكلم في الاخر. لان في التحرير يقولون حاجه واحده بس، ثوره مصر في مصر وما نجح. عشان تنجح الثوره لابد القضاء على المجلس. حزب الوطن ولا هو الرئيس شاف الداخليه والحكومه عبدوها، والجيش عاوزين يشيلوه في الاخر. لا البلد في استقرار. عشان ايه بقى؟ لا البلد في استقرار. والانتخابات 10 على 10 والجيش الله صلى على النبي. واللي هو وزير الداخليه هيناط. لا 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 وزير الداخليه قال لك تعمل اي بلبله. اي بلبله نعملها ليه؟ في امان. في سنه التحرير. بين التحرير حب البلد. ايوه عاوزين استقرار، عاوزين نعيش في البلد. ماشي احنا بندور. انت هدفك ايه في التحرير؟ هسقط المجلس العسكري. مين هيمسك البديل؟ السلطه كم حافظ على السلطه؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، عايز اقول لحضرتك حاجه. السلطه البديله، انا عاوز السلطه البديله للشعب. استقرار امان. انت فاهم؟ دخلت البلد مضمور 30 ست لما تمر ال 30 المجلس ما يسلمش البلد. يبقى في كلام تاني. المجلس قمر بتوط الموبايل في اللي توط. احنا بندور عجله الانتاج تمشي، عجله الاقتصاد تمشي. ما فيش استقرار، ما فيش اهداف. ما اللي بيحصل يخرب يبقى عميل. عميل بيعمل. بلاش كلمه عميل لان بتبقى اللفظ نفسه. لا